يا وطنا ليك عشقتا نفديك بالروح وجدتا من نمل وحلف وبيي داقين نطبولكم هي لم احدا يهدم ساسك ما دام العزم خدتا دي الوحدة ما بتنفتا روطانة وعربي مكسر دي الشتلة الطحد اندلتا ودلتا ديمقراطيتك ايدينكم على الربابة لا مدفع لا دبابة دي الشتلة الطحد اندلتا ودلت ديمقراطيتك. صباح المنات الطيبة، صباح بشريات السلام الذي عم هذا الوطن العزيز السودان. نأمل جميعنا عبر صباح الشروق أن ينعم هذا الوطن بالأمن والاستقرار. يا لينا صباح الخير. صباح السعادة والجمال عليك أكيد حمزة، وصباح الكلمات الحلوة الجميلة المبشرة بالخير الكثير على السودان. وكلنا نعلم اليوم أن جوبا تحتضن توقيع السلام واتفاقية السلام، عسى ولعل أن يعم السلام على كل أرجاء هذه البلاد الجميلة والمختلفة والمميزة السودان الحبيب. صباحات ندية مشرقة، صباحات تحمل الآمال والأمنيات والبشريات السعيدة لغد مختلف. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الشروق. وزي ما ذكرت اليوم أنا حاسة أنه حتى الأجواء يعني سعيدة بهذا اليوم المختلف، وزي ما شاهدت الأجواء شكلها عامل كيف رغم الصعوبات رغم الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدد من المناطق في السودان، إلا أنه نحن أمننا كبير في ربنا سبحانه وتعالى. دي لحظة وهذا عدي وأيام وهذه انتهي، ونحن يعني موعودين بأيام جديدة مميزة مختلفة في سودان جديد، وها هي السماء تفرح معنا اليوم بالأجواء الحلوة والجميلة لهذا اليوم. جميل، يعني سنة كاملة ماراثون التفاوض كان ما بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، واليوم حيكلل بالنجاح وتوقيع السلام زي ما كان مخطط لعملية السلام في الفترة الانتقالية الستة أشهر. طبعا تأخرت يعني سنة كاملة، كان الستة أشهر يعني عموما هو لتحقيق مسارات كثير جدا من التفاوض لكل مناطق السودان، ولكن الشيء اللي نتمناه حقيقة بعد تأسيس عملية السلام أكيد حنبني هذا الوطن جميعنا بالتفاف حركات الكفاح المسلح اللي هي حتوقع اليوم الجبهة الثورية، هذا التيار العريض اللي بضم كثير جدا من حركات الكفاح المسلح. نرسم صورة الشروق الصباحية الجميلة الندية، ومن ثم نعاود لمناقشة كثير جدا من القضايا والفقرات عبر صباح الشروق. كفاية خصامنا وكفاية هم وضنا
يا حبيب.